طيب يا هيثم عبد بيك، في الدوري السعودي او دوري كاس الامير محمد بن سلمان، المباراه الاولى بين الباطن والشباب. الشباب يعلن العوده بقوه برباعيه حقيقة. نعم. حقيقة بعد البداية المتعثرة جدا للشباب، بداية كانت ما كانت في الحسبان، رغم انه احنا يعني توقعنا انه الشباب نظرا للثبات التشكيلي من السنة الماضية وعدم الإضافات الكثيرة كنا يعني توقعنا انه كان تكون بداية كبيرة، لكن الشباب بدا بداية سيئة جدا الموسم ده. لكن مباراة الباطن امبارح يعني اعلنت عودة الشباب، لعب واحدة من اجمل مباريات الشباب امبارح. كان في إصرار، في عزيمة، في رغبة في الفوز، بالإضافة لشغل تكتيكي عالي. أضف إلى ذلك واحدة من أروع مباريات صانع ألعاب وقائد الشباب بانيغا، كان عنده لمسات ساحرة جدا جدا. أنا أعتقد لو الشباب اعتبر مباراة الباطن انطلاق، الشباب بعد ده حيدخل الفورمة بطريقة عالية جدا، رغم بعده يعني في الترتيب، لكن لسه احنا في الجولة الثامنة وممكن يعوض كثير. مبارح الشباب يعني اعتقد ده الشباب المفروض احنا يعني كان نشوفه من بدايه الدوري. نعم. فمبارح كانت مباراه عاليه جدا جدا يعني بثلاثيه. طبعا انا قلت لكم رباعيه لكن الشباب فاز بثلاثيه. طيب الشباب وعوده هذا المارد القوي، طبعا اول حاجه كان مباراه دي برز فيه هتان بهبري بصوره رائعه جدا، وقدر يسجل ثنائيه. هو مهاجم كبير ومخضرم بالمناسبه، هو لعب في الاتحاد جده قبل يجي الهلال ومتمرس ولاعب منتخب يعني. وبالاضافه للنجم الكبير بانيغا لاول مره يظهر قدرات فنيه عاليه جدا في الصناعه اللي اعتدنا به لفتره طويله. فالشباب بس العامل النفسي فيه والاداره لو تهيأ بيملك ذخيره من اللاعبين على مستوى عالي جدا سواء كانوا وطنيين ومحترفين، فهو قادر انه يقدم الروائع صراحه في الدوري السعودي. طيب جميل، سننتقل مباشره لمباراه الفيحاء والرايد. الفيحاء استطاع ان يكسب الرايد، الخساره ربما الثانيه تواليا للرايد، رايد التحدي. نعم الرايد بعد مباراته الكبيره مع التعاون ما اعرف يمكن افتكر انه خلاص الامور وقفت على هنا يعني.